بلغنا بفضل الله تعالى وعونه نسبة ولوج أو نسبة شمول للصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية ما يقارب أكثر من 190 شباك أو ما يقاربها، وعشرات بل ومئات الحسابات الخاضعة لهذا النظام بمختلف المنتوجات المتوفرة. فإلى الحين لا يسمح القانون بطبعا استغلال أكثر من 7 منتجات رئيسية وما جاورها من منتوجات طبعا مشتقة. وسوف نمضي إن شاء الله لما تكون القدرة الاستيعابية موجودة، لما يكون الطلب يعني موجود، في المضي للترخيص لمنتجات أخرى من أجل مرافقة متطلبات طبعا المتعاملين والمواطنين بصفة عامة. فكما قلتها سابقا، فالصيرفة الإسلامية كانت طبعا كانت أولا مطلبا اجتماعيا، والآن أصبحت مطلبا اقتصاديا، وبالتالي فنطلب من كل البنوك العاملة في هذا الحقل الترويج لهكذا معاملات وهكذا منتجات حتى نسمح باستقطاب العدد اللازم من المواطنين، وحتى نسمح طبعا باستقطاب كل الأموال الموجودة خارج النظام المصرفي والنظام البنكي. فليتأكد الكل والجميع بأن هذا النظام منتجات الصرف الإسلامية على مستوى الوطن على مستوى الجزائر هي منتجات تستوفي كل الشروط الشرعية.